مليون دولي موسع شاركت به العديد من الدول العربية والأجنبية بأبحاثها العلمية. من ضمن المشاركين كان الأستاذ الباحث عضو الجمعية المصرية التاريخية، شارك ببحث حول الطب عند المصري القديم وكيف كان يتم علاج الأمراض قديما. يعني استعدوا معي لمتعة لا تنتهي بصحبة الأستاذ بسام الشماع المحاضر الحر عضو الجمعية التاريخية والجغرافية والذي نرحب به على موجات إذاعة البرنامج الثقافي. أنا بك يا أستاذ بسام. أهلا ومرحبا بكم جميعا. يعني مؤتمر طبي دولي سيادتك تقدمت فيه بورقة نتمنى نعرف أهم ما جاء فيها. الحقيقة هذا المؤتمر هو واحد من سلسلة مؤتمرات طبية. أنا الحقيقة رصدت هذه الحركة العلمية وأقدر أقول كمان السياحية في مصر في إبان السنين الأخيرة وخصوصا في الشهور الأخيرة لما تم دعوتنا لإلقاء محاضرة عن الطب في مصر القديمة في مؤتمر جراحات القلب في مدينة الأقصر مثلا. ثم مثلا عندنا مؤتمر السنة وجراحة أيضا المناظير في الغردقة وهنا في القاهرة وغيرها من الأماكن. لغاية بقى لما جت هذه الحادثة اللي أنا أعتقد أن هي الأهم في المؤتمرات الطبية السنة دي لحد دلوقتي من وجهة نظر متواضعة، وهو مؤتمر فيروس سي وبي وأمراض الكبد العالمي. اللي حضروا حوالي 1000 طبيب كما يصدر أحد المصادر، ومنهم أو نقدر نقول بقى على رأسهم الدكتور ريمون شنادزي اللي هو مخترع العقار سوفالدي، وهو العقار التي تتفق الآن وزارة الصحة أو بالفعل تم الاتفاق على أنه يكون العقار الذي يستخدم في علاج إن شاء الله مرضى فيروس سي. فالحقيقة عندما تم الاتصال به من جانب الدكتور إمام واجد الدكتور المصري النشيط، فاقترحت عليه أن أنا بيقول لي تيجي تدينا محاضرة، فاقترحت عليه أن أنا أعنون المحاضر المصري القديم لما فيه من إبهارات ولما فيه من إنجازات عجيبة الشكل تظهر المصري وتظهر الأجنبي، وده كان بدا واضحا جدا على الأجانب بعد إلقاء المحاضرة الأولى. وكان في محاضرة تاني يوم برضو اللي هو كان الخميس اللي فات، كانت بقى على في سفح هضبة الأهرام، وهم يعني ينظرون إلى هذا الهرم وهو ينار بألوان مختلفة، وتم شرح سريع لفكرة الهرم و لماذا استخدم الفكر الهرمي. يعني اختصارا انا اعتقد ان فكرة المؤتمرات دي فكرة ثقافيا مهمة جدا، علميا طبعا مهمة، وفي نفس الوقت سياحيا مهمة، فهي الحقيقة ممكن ان تدر على مصر ربحا كبيرا ان شاء الله لو تم تسويقها بشكل كويس. لكن حضرتك كلمت عن الطب عند المصري القديم صحيح؟ ده مظبوط، المحاضرة كلها كانت عن الطب المصري القديم. يعني الكثيرون منا لا يعلمون ان مصر كان بها يعني تقدم كبير في المجال الطبي، ويمكن سيادتك من اوائل المحاضرين الذين تحدثوا عن عمليات جراحية حتى اجريت في الحضارة المصرية القديمة. يعني هل امتعتنا استاذ بسام شماع ببعض من جوانب التقدم الطبي عند المصريين القدماء؟ احسنتي. هو الحقيقة يعني اولا خليني يعني أبهر نفسي وأبهركم معايا، لأن أنا كل مرة بقول الجملة دي أنا شخصيا منبهر على مدار سنين، ألا وأنا الحمد لله إحنا أول حضارة أطلقت على الطبيب اسم. يعني إحنا لما نيجي نفكر في علم الطب والأطباء، من هو الذي أطلق اسم؟ يعني أنت بتسمي هذه المهنة هذا الرجل بهذه المهنة، فأطلق عليه طبيب، وكانت كلمة طبيب بالهيروغليفية هي السونو. يعني ممكن تكتبيها سين واو نون واو سنو. فاحنا لدينا اول طبيب، فدي اول مفاجاه هم بيفاجئوها الحقيقه لما بنلقيها عليهم، لهم احنا اول ناس عندنا نصوص بصريه قديمه بترمز الى كلمه سنو وهي معناها الطبيب. يعني كان عندنا مهنه اسمها طبيب. بالظبط كده. جميل. بالظبط كده. ودي لحد ذاتها ابتكار، يعني ده اختراع ان انت تبعدي. يعني خدي بالك ان كان هناك ايضا من السحر والخزعبلات والسحر، يعني كل هذه الاشياء المعروفه يعني في الحضارات القديمه، بل ما زالت موجوده في بعض الحضارات الحديثه ايضا. ولكن العجيب في الامر بقى، ودي تاني مفاجاه، هي ان الحضاره المصريه افرزت لنا اول طبيب موفق.
يعني اغلب الناس يعتقدون ان انا اتكلم عن الطبيب العبقري الفاز ام حتت اللي احنا خطا بنسميه ام حطب. وده كان من ضمن الحاجات اللي انا سلمتها لوزير التعليم عندما قابلته وهو ما زال وزير التعليم في الحكومه الجديده. عندما قلت له ان احنا يعني محتاجين ان احنا نغير الاسماء اللي موجوده في كتب التاريخ عشان ننطقها النطق الصحيح. صحيح نعم. فهو لا يوجد شيء اسمه ام حطب. لا يوجد في الهيروغليفيه في هذا الاسم، ولكنه ام حتت. وحتت معناها سلام. وام معناها الذي ياتي فيه. الله. اذا اسم هذا الطبيب المهندس العبقري الذي ياتي فيه سلام. وهذا اسمه جميل. تخيلي واحد مننا رايح لدكتور والدكتور اسمه الذي ياتي في سلام. نعم. يعني هذا شعور طيب جدا وانت تذهبي الى هذا الطبيب، يعني بدل ما انت رايحه خايفه انك تدفعي 300 جنيه وما تعرفيش حاجه او حتى ينسى اي اداه من الادوات الجراحيه في بطن المريض او ما الى ذلك، المهازل اللي بنسمع عنها. بالظبط كده اهو. بالظبط. وبما ان انت بقى ذكرتي الادوات الجراحيه دي مفاجات ثالثه، بنوريهم صور للحائط المنحوت في معبد كوموندو وهو 45 كيلو شمال أسوان. وهذا المعبد به منظر عجيب، به عدد من الأدوات الجراحية التي استخدمها المصريون في ذلك الوقت. والعجيب بقى في الأمر إن فيها من المشارط، فيها من الأشياء اللي ممكن تعود إلى نفس الفكرة بتاعت الجراحة الآن، بل يوجد كافترز. كافترز دي، الكافتر ده هو اللي احنا بنسميه بالعربي القسطره. نعم نعم. واخذوها في الانجليزيه الى كافتر. نعم. فيوجد منظرين لقسطرتين. بتتكلمي على معبد كوموندو في النوبه العظيمه. ايضا الاداه المفضله بالنسبه لي وهي اداه عبقريه، اداه يطلق عليها في الغرب اسمه كرينيو كلاس. كرينيو اي حاجه، كرينيو لها دعوه بالجمجمه، لها دعوه بالدماغ. نعم. كرينيو كلاست. وهذه الأداة يقول أحد الباحثين إن هي كانت بتستخدم لثقب الجمجمة، يتم استخراج مثلا استخراج ورم المخ. فإذا صحت هذه النظرية يبقى أنت أول واحدة في الدنيا تعمل عملية ورم مخ. صحيح. صار ورم للمخ. صحيح. فهذه يعني هذا تطور ما بعده تطور. أيضا بالنسبة للمفاجأة بقى الرابعة، ألا وهي إحنا مش عندنا سنو بس، ومش عندنا اول طبيب موثق اللي هو الطبيب حسي رع. يعني مش ام حتت، ام حتت مش اول طبيب موثق، اول طبيب موثق هو حسي رع. وكان حسي رع طبيب عظيم للاسنان، وده معناه ان انت اول حضاره في الدنيا عملت تخصص في الطب. وده اللي اليونان استعجبوا لما دخلوا مصر وقالوا كلمتهم الشهيره، يوجد طبيب لعلاج آلام البطن، وطبيب لعلاج آلام العيون، وطبيب لعلاج آلام الأسنان وآلام الرأس. يعني تخصصات كمان يا أستاذ بسام. بالظبط كده. هما وخدي بالك بقى مين اللي بيتعجب؟ اليونان. اللي هما بقى جالينوس الشهير وأبو قراط الشهير، اللي الحرفان بتاعه والقسم بتاعه بيقسم بيه في كليات الطب. دول اللي انبهروا، دول اللي جايين بيتعلموا مننا. استاذ بسام اسمح لي يعني اقطع الحديث، بس يعني في فكره بتلح عليا وحضرتك عمال تتكلم. انا ساعات بشوف على البي بي سي 4 وثائقيات بتتناول الحضارات القديمه من وجهه نظرها، نظر طبعا المنتجين فيها، يعني بتعمل دراماتيزيشن او بتنتج منتج درامي بيصور الحضارات دي وبيقربها للمستمع او للمشاهد، وفي نفس الوقت بيسهل علينا ان احنا نعرف حضارة مين عملت ايه. احنا عندنا كل هذه الكنوز ولم اشهد وثائقيا واحدا يعني يعطي لهذه الحضارة حقها. كل حضرتك ذكرته ممكن يتحط في اكتر من فيلم وثائقي، ليه ما بنقدمش على هذه الخطوة سواء بالتعاون مع وزارة الثقافة، وزارة الاثار، وزارة الاعلام؟ ليه الخطوات دي معطلة عندنا؟ يا سيدتي احسن، ده انت كانك سمعتيني وانا بصرخ بقالي سنين في الاعلام المصري وفي كل حته وفي محاضرات في كل حته، عمال اصرخ كيف يكون الاعلام المصري خالي من محطه اسمها مصريات. ازاي احنا ما عندناش محطه اسمها مصريات؟ تلفزيونيه وراديو.
الاثنين 24 ساعه فيس. نعم. هتقولي لي ما عندناش، عندنا مخرجين شباب زي الفل. صحيح. وعندنا منتجين لو قدرنا ندخل ثقافه الانتاج بالافلام التسجيليه في الناس علماء وايضا الاجهزه والمنظومات، عادي اتفرجي على هذه المؤتمرات لما بينجحوا في تسويق المؤتمر بشكل ناجح، واغلبهم بيعمل كده، بيجيبوا شركات ادويه كبيره بتستطيع ان هي تمول المؤتمر. طيب انا بقى لما يبقى عندي فكره فيلم زي اللي حضرتك بتقوليها دي، اللي هي فيلم عن الطب المصري القديم، ما بال العالم كله لو انت عملتي فيلم مثلا نقول فيه اللي احنا قلناه ده، ثم نضيف ان اول طبيبه في العالم كانت طبيبه مصريه. الله. هي بقى ما كانتش سنو دي، كانت سنويت. يعني المقطع الاخير سنويت. التانيث الهيروغليف اهي، هي التانيث عندك اهو في اللغه العربيه. صحيح صحيح. فاذا وهي كان اسمها بسيشت، وبسيشت هذه العبقريه لم تكن طبيبه عاديه بل كانت كيمي شيرت سنويت ورث، كانت طبيبة عظيمة، أتكلم الهيروغليفية الآن، كانت طبيبة عظيمة مشرفة على طبيبات البلاط الملكي. يعني أنت بتتكلمي على واحدة نائبة وزيرة الصحة، وزيرة الصحة، حاجة زي كده. طيب إحنا عندنا كل ده، أول جهاز اصطناعي لإصبع خشبي من اختراع المصري القديم، يعني يوجد عندنا حالات اضطروا إن هم يفتروا فيها الاصبع الاكبر في القدم، فيتم صنع اصبع خشبي يدخل داخل القدم ويحفظ كده باشرطه زي الحذاء، يتلبس زي الحذاء، وبالتالي لا يشعر الانسان الذي فقد هذا الجزء من قدمه او من قدمه بان هو فقده، وثانيا عندما يعني يتوفاه الله سبحانه وتعالى يذهب الى الحياه الاخرى كما اعتقد المصري القديم كامل، وهو بقى وهو كامل. او الجهاز التعويضي كمان، الله، أو يعني الجهاز التعويضي. استاذ بسام، يعني دائما حين تطل علينا على موجات اذاعه البرنامج الثقافي، انا فخوره باني مصريه، ولكنني افخر اكثر واكثر وازداد فخارا كلما استمعت الى هذه المعلومات التي نحن مغيبون عنها تماما. بضم صوتي لصوتك وبقول احيانا وثائقيات يعني توثق هذه الامور، توصلها لابنائنا ولينا احنا بشكل صحيح وبشكل ممتع. واظن ان في فرصه دلوقتي ان قناه المناره العلميه تحولت الى قناه منتجه للوثائقيات، فاتمنى انها تهتم بهذا الامر اهتمام كبير. اشكرك شكرا جزيلا استاذ بسام شماع، يعني مش عايزه اقول لا محاضر ولا عضو الجمعيه التاريخيه والجغرافيه، المحب للحضاره المصريه القديمه والذي نجح في ان يجعلنا نحبها اكثر واكثر. شكرا جزيلا لك يا فندم. شكرا يا فندم، الف شكر.